وحينما نتأمل طبعات كتاب الشفاء المتعددة للأسف نجدها لا تسلم من أخطاء مطبعية، وهذا من تقصير دور النشر في العناية بهذا الكتاب. وقد جعل في كلها العنوان كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكتاب الشفاء تكتب بدون همزة في آخر كلمة الشفاء، وبذلك يكون لفظ الشفاء في هذه العناوين اسماً مقصوراً. والأسماء في العربية إما أن تكون منقوصة تنتهي بياء، وإما أن تكون مهموزة تنتهي بألف بعدها همزة، وإما أن تكون منتهية بألف على شكل ياء، وهي ما يسمى الألف المقصورة، ويعد الاسم مقصورا مثل فتى، أو تكون منتهية بألف لكنها ألف طويلة، ألف طويلة يقال عنها ليست مقصورة على شكل ياء ولكنها ألف ليس بعد همزة، تسمى في العربية الألف الطويلة، مثل كلمة عصا. فكتاب الشفاء كتب في كل الطبعات كتاب الشفاء بدون همز، مع أن الاسم أصلاً هو مصدر للفعل شفي يشفى شفاءً، فالأصل أن اللفظ هذا مهموز. ومن أين جاءت همزته وهو من شفي يشفى؟ ليس ثمة همزة.